هذا وأبدى طارق عرام المناجير العام لشباب قسنطينة استغرابه لاستدعائه للجنة الانضباط، رغم أن المباراة كانت ما بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، مبرزا بأنه رحب بالفريقين ولا دخل له فيما حدث. انا ما فهمت هذا الانفيتاسيون هذه اللي مكتوبه انفيتي هذا ما حضر هذه الوحده، وانا مانيش طرف في القضيه هذه خلاص. والمقابله لعبت به شباب القبائل ومدينه العاصمه، وين شفنا اللي نضم للمقابله؟ نضم الكل يعلم بلي شباب القبائل هي اللي طلبت تستقبل في قسنطينه، وحنا ما عندنا حتى يعني كيما نقول لك تاثير على هذه المقابله، ولا كنا ديز انفيتي، ولا حنا كنا كيما نقول لك خارج المقابله خلاص. كان معايا طب، وكانوا معايا دي بريزيدون جاو تفرجوا المقابله، هما ثاني ما قلت يستدعوهم كيف يجي يتفرج مقابله يستدعوها. انا نضل المقابله في قسنطينه، وانا شو باشوني دو فوتبول، وجيت نتفرج مقابله ورحبت بالاخوه اللي كانوا من ولديه العاصمه شريف قاده في المنصه الشرعيه.